أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على مواقع التواصل الاجتماعي. ونبدأ بالملف الصحي، حيث توفي أحد المرضى في إحدى مستشفيات محافظة الأنبار، وذلك لعدم وجود طبيب يشرف على حالته. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار إضراب الأطباء في العراق، وذلك لأنهم طالبوا بسن قوانين لحمايتهم من الاعتداءات المتكررة. الإضراب شمل تقريبا جميع المستشفيات في العراق، وهذا ما أضر بحالة المرضى في المستشفيات. دعونا نتابع هذا المقطع من محافظة الأنبار. هذا سبب مال الأطباء. هاي نفس راحت بسبب الاضراب. هاي بسبب اضراب يا طباء، ما حد وصل. هاي نفس ماتت. المستشفى 7 كيلو العز الصحي، اطباء مضروبين، هذا مات. صار لنا ساعه نسوي الاسعافات الاوليه، واحنا جبنا السيباب. طبعا احنا مدارين، بالمناسبه يدورون خطوره الاطباء، هم يجون ساعه الصبح وساعه بالليل فقط لا غير. هاي شوفوا بس العالم مدارين، شوفوا يا ناس، يا اسلام تخشون عنا رحم ابيكم، يا اسلام رحم الوالدك، انتم ناس مجرمين، والله هي ناس مجرمين، ناس مجرمين، اسال الله ان ينتقم من عندكم. وهذا من احيا نفسه كانما احيا الناس جميعا، ومن قتله كانما قتل الناس جميعا. مشاهد مؤلمة في المستشفيات، في مستشفيات العراق، بسبب الواقع الصحي المتهالك. الأطباء وناشطون كذلك أطلقوا هاشتاغ على منصة تويتر بعنوان الكاظمي يتجاهل حياة الناس. دعونا نتابع بعضا من هذه التغريدات على منصة تويتر. سامي علي قال يطلع بالإعلام يقول إحنا مع الأطباء وبالخفاء، هذا شغلهم، القذر كما أسماه، يطرد الطبيب ويقطع عليه الكهرباء، والله مهزلة، الكاظمي يتجاهل حياة الناس. كالدو كما أسمى نفسه أو خالد، حياة الناس أهم من فساد الوزارة، خلينا نبلش بأول خطوات إصلاح النظام الصحي وضرب حيتان الفساد بالصحة. سجا غررت وقالت النظام الصحي في العراق على شفا حفرة من الانهيار التام، وذلك بسبب تجاهل الحكومة لمطالب الأطباء الحقة والمشروعة. أسأم المندائي قالت أو غررت الأطباء يستغيثون من فساد وزارة الصحة الذي أثر سلبا على المرضى والأطباء معا، والكاظمي يتجاهل الأطباء ويصطف إلى جانب فساد وزارة الصحة، الكاظمي يتجاهل حياة الناس. نذهب إلى ملف آخر، وهو استمرار اعتصام متظاهرات خريجي المعاهد التقنية أمام بوابة المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. دعونا نتابع هذا المقطع. وعد ما نرجع إلا وحدنا ويانا، وود الناصرية تبين هنانا، ما بينا الحشوي تلحتم، الذي شاهدناه في هذا المقطع هم من خريجي المعاهد التقنية من محافظة ذي قار، واستمعنا إلى بعض هتافاتهم وشعاراتهم الشعبية أمام المنطقة الخضراء في بغداد. طبعا أطلق خريجو المعاهد التقنية هاشتاغ على تويتر بعنوان المد الدبلومي راجع. دعونا نتابع بعضا من التغريدات على منصة تويتر تحت هذا الهاشتاج. محمد قابل قال تدرون احنا شريحة مظلومة، تدرون احنا الاولى بالتعيين، تدرون اكثر الشركات اللي مشتغلة داخل العراق موظفيها خريجين شهادة متوسطة، تدرون الشركات العراقية الحكومية منا او الاهلية الاكثرية ما بيها شهادات الدبلوم، لذلك انصفونا، المد الدبلومي راجع. ف
غررت وقالت ما عاد الصمت ينفع ولا العمر للوراء يرجع، ها نحن الدبلوم لا نملك سوى حلم التعيين، وناجدك فهل لمطلبنا تسمع، المد الدبلومي راجع. ودا عباس عبد الرضا غررت وقالت نحن خريجو الدبلوم مهمشون وموضوعون في خانة النسيان، حقوقنا مسلوبة منذ سنين وليس هنالك من يطالب بها، أنصفونا أسوة ببقية الخريجين مقرودين يلتقنيين. المد الدبلومي راجع. تبارك حسين غررت وقالت فرحونا وفرحوا عوائلنا بتخصيص درجات وظيفية لخريجي الدبلوم الإداريين في موازنة 2020. نذهب إلى محافظة وسط، حيث انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع وصور لمراجعين أمام دائرة الضريبة، اكتظاظ كبير، وذلك بسبب يعني عدم تسهيل أوراق المراجعين وانقطاع الدوام لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا. دعونا نتابع هذه اللقطات من محافظة وسط وبالتحديد من أمام دائرة الضريبة. وين دخلي لي ما يلا ها. يعني هذا الاكتظاظ وهذا الازدحام كفيل بنشر فيروس كورونا، ولكن مع الأسف يعني الدوائر الحكومية غير مبالية بأرواح الناس. التعليقات كانت كثيرة حول هذا الموضوع، دعونا نتابع بعضا منها على منصة فيسبوك. نزار قال مع الأسف ما حد يحترم المراجع، يشتغلون من ورا خشومهم، تقول جايبينهم غصب ولا كأنما براتب. نوال علقت وقالت الدولة لأن ماكو تعيينات جديدة، أغلب الموظفين هم عقود مؤقتة وقاعد يشتغلون بدون راتب. ورود الياسمين علقت وقالت خطية والله هالعالم، إش قد مشلوع قلبهم على معاملاتهم ويتراكضون بس حتى يلحق يخلصها، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالت إنج مصطفى أو مشتاق قال هذه كلها تراكمات عدم الدوام لعدة أشهر، بالإضافة إلى عدم وجود حلول متطورة مثل أي دولة أخرى لاستيعاب المراجعين بسهولة. نذهب إلى محافظة أربيل، حيث احتشد الفلاحون أمام وزارة الزراعة في إقليم كردستان العراق أمام الوزارة، وقطعوا الشارع بمنتوجاتهم من محصول البطاطا، وذلك احتجاجا على استيراد هذه المادة والمواد الأخرى الزراعية التي يزرعها الفلاح العراقي وبجودة عالية. تقوم السلطات الحكومية إن كان في بغداد أو في إقليم كردستان باستيراد هذه المحاصيل من الخارج، قطعوا الشارع بمنتوجهم محصول البطاطا احتجاجا على هذا الأمر. طبعا الفلاح يزرع ويخسر الكثير، وبالمقابل لا يجد وزارة الزراعة إن كان في بغداد أو في إقليم كردستان تدعمه بشكل صحيح. دعونا نتابع هذا المقطع من أمام وزارة الزراعة في كردستان العراق. طبعا يعني هذا التعبير تعبير حضاري لكي يحس المسؤول بالمسؤولية بأنه يتوجب عليه أن يدعم الفلاح العراقي بالدرجة الأولى والأخيرة كذلك. هناك الكثير من التعليقات على منصة فيسبوك، دعونا نقرأ بعضا منها حول هذا الموضوع. محمد قال المفروض الحكومة تتولى أمر التصدير، وفي كثير دول مجاورة للعراق
تتعمد أو تعتمد على الواردات. أسماء علقت وقالت والله بكل الحالتين المواطن خسران، إذا استيراد أو مو استيراد، لأن مستحيل سعرها يتغير. دعاء علقت وقالت إيش وقت تبطلون استيراد من إيران؟ العراق كل خير وزراعة، مو كافي كل شيء من إيران تجيبوا. محمد علق وقال والله صحيح وحقهم، لا يوجد أي دعم للفلاح في العراق. الآن إلى فقرة أنت ترى. امرأة نازحة تشارك أبنائها المعتصمين أمام وزارة العدل الحالية في اعتصامهم، وتطالب بتوظيفهم والالتفاف إليهم بعد سنوات عانوها في الدراسة والظروف الصعبة في العراق. هذا المقطع الذي سوف نشاهده بعد قليل وصلنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء لتصوير ما يشاهدونه حولهم من أحداث في العراق وإرسالها لقناة الرافدين. دعونا نتابع هذا المقطع. احنا ما رفعناهم بالحلم، احنا رفعناهم بالتعب والضغط وبالارهاق، صدق واعتقد ان يطلعون الحلم ويجمد المدارس، احنا من يطلع عيوننا، ها كسوا، ها خفوا، ما صار فيهم شيء، وانا جيت افعلهم، المرة الثانية انا من العوائل النازحة بالطائفية، ومن ذاك الوقت في هذا الوقت انا متخلفة، وفاقنا بيت وفاقنا ترجعوا لي، وفقدت ولدي. أهلا بكم من جديد ومع فقرة أخبار مزيفة. تداولت بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قالت بأنه اشتباكات بين عشيرة العساكرة وجهاز مكافحة الإرهاب في الناصرية على خلفية اختطاف الناشط العراقي سجاد، ولكن الحقيقة الفيديو يعود إلى العام 2019 العام الماضي لاشتباكات بين عشيرتين في منطقة القرمة في محافظة البصرة. دعونا نتابع هذا المقطع. وصلتنا رسالة عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين جاء فيها: السلام عليكم، وزارة التربية نشرت الأجوبة النموذجية لأسئلة امتحانات البكالوريا وتبين أن الأسئلة بها أخطاء، يرجى أن تسلطوا الضوء عليها، والله خايفين لا يمشون على هذا الخطأ ويدمرون بالتصحيح، يكفينا الأسئلة الصعبة اللي جابوا لنا إياها. نذهب الآن إلى
الهاشتاج. تشرين ملتقى الأحرار وسم تصدر الترند في العراق، وذلك بالتزامن مع قرب الذكرى الأولى لثورة تشرين. دعونا نتابع بعضا من هذه التغريدات على منصة تويتر. منار الأسد غرد وقال: تشرين ملتقى الأحرار، لكن يجب تنظيم الأحرار وفرز أصوات النشاز، لا يكفي أن تكون وطني، يجب أن تكون وطني ومنظم لتحقيق أهدافك. روان آل أكتوبر غررت: الوطن منتظرك التشرين، اطلع وطالب بحقوقك اللي سلبتها الأحزاب الفاسدة الإيرانية والأمريكية. فاطمة غررت: ومن مثلنا نحن العراقيون، نسقي أرضنا من دمنا فتطلب المزيد، ومن يطلب من العراقيين يعرف بأنهم لا يبخلون. كرار ماهر غرد وقال: سنموت ولن نسمح لامتداد هذه السلطة المزيفة، تشرين ملتقى الأحرار. والآن نذهب إلى القصص المنوعة. فيسبوك العملاق الأزرق يهدد بوقف خدماته في القارة العجوز في أوروبا، فما هي القصة؟ دعونا نتابع القصة مع تقرير لمنصة هيوميديا. يطلق على البناء الإسلامي التاريخي بأنه أم الفنون، الهندسة الإسلامية التي تركت إرثا واسعا تقريبا في أقطار عدة، تجدها في بغداد، تجدها في الأندلس، تجدها يعني في شمال أفريقيا، تجدها في تركيا وحتى في دول أخرى استلهمت من هذه الهندسة المعمارية في أوروبا وفي غير أوروبا، تسمى بأم الفنون. دعونا نتابع هذا التقرير حول العمارة الإسلامية لمجلة ميم.
إجابة صادمة للرئيس اللبناني ميشيل عون عندما سئل أو عندما أجاب حول المعوقات التي تقف أمام تشكيل الحكومة وحول مستقبل لبنان. دعونا نتعرف على هذه الإجابة مع تقرير لموقع أنا العربي. نحن لوين رايحين؟ طبعا عجهنا. وقال في شرزوم أحكي هون. L'objectif de cette visite est évidemment de faire un point d'étape sur la situation politique. Mais de m'assurer que c'est bien un gouvernement de mission qui sera formé au plus vite. أول على تعاون الجميع من أجل تشكيل. ومع هذا التقرير نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.